قدم رئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى قطر قيادة وشعبا على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية وأعرب سيادته عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم قبل مغادرة مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر من جانبه أعرب أمير دولة قطر عن خالص الامتنان والتقدير لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل افتتاح كأس العالم وزيارة ضيفا عزيزا على الدوحة والتي من شأنها أن ترسخ قوة العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين خاصة مع التطور الإيجابي الذي تشهده على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة